محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فعن أبي نجيح الأرباب بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجرحت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حدثي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في حديث آخر: وكل ضلالة في النار. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي إنه حديث حسن صحيح. والحديث عن صحابي جليل هو الذي يرويه هو أبو نجيح الأرباب بن سارية. والأرباب بن سارية جاء في قصة حياته وفي سيرته كما ثبت أيضا ذلك في الأحاديث أنه كان واقفا مرة خارج المدينة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متغيرا، فقال له: يا رسول الله ما لي أراك متغيرا؟ فقال: إنني منذ ثلاث، يعني ثلاثة أيام، ما دخل بيت آل محمد كف من دقيق ولا حصنة من سيق، يعني ثلاث أيام ما فيش أكل. فالأرباب بن سارية أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بما سمع ولم يحتمل، وكان هو أيضا فقيرا، فذهب إلى يهودي وأخذ ينزح له ماء من بئره، ينزح كل دل بتمرة حتى جاء بسبع تمرات من تمر المدينة، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أتحبني؟ قال: نعم. قال له: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأعد له سبتات. مدام بتحبني بكل أحبابي بيجيهم الفقر بسرعة، لأنهم بيضحوا بكل ما يملكون في سبيل الله وبيحبوا يعيشوا مثلي، وعموما أنت ستصاب ببلاء فاستعد له نفسيا، بمعنى فأعد له سبتات. فمضى وقت ومرض الصحابي الجليل، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بمرضه واشتداده عليه، فذهب ليعوده
فقالت أمه هنيئا لك الجنة، بتبشر ابنها بالجنة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على ربها؟ من اللي بتحكم على ربنا بأنه يدخل الجنة؟ يعني ده موضوع لا نبتر عليه نحن، لعله قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه، لعله قال سلاما لا يعنيه أو منع مالا عن محتاج والمال لا يغنيه، فيكون ذلك فرضا في دخوله جهنم. فكان الموقف أسد. وأنا أذكر في دخولهم منعهم من دخول، يعني دي يمكن واحدة من دول سلام في دخول النار بذات من الأوقات. أذكر قصة لامرأة كانت تدخل على السيدة عائشة، ذكر القصة دي في الكتاب السلوك الاجتماعي على فترة ظهرت بواسير اللي بقالنا فيه 3 سنين واحنا نقول هيظهر السلوك الاجتماعي، السلوك الاجتماعي يا دوب بدا يظهر دلوقتي. فالمرأة دخلت على السيدة عائشة وهي جالسة بين النساء، قالت إني لمن أهل الجنة. فقالت لها عائشة وما يدريك؟ قالت آمنت بالله وصدقت برسوله وعملت بالإسلام. فسكتت النساء وذهبت المرأة، وإذا بات الصباح جاية للسيدة عائشة تقول يا أم المؤمنين اجمعي للنسوة اللواتي كنا معك بالأمس. النسوان اللي كانوا موجودين يجوا تاني. قالت لنا، قالت لأمر هام. فالسيدة عائشة أرسلت إلى النسوة توصلوا. فقالت المرأة كنت معكن أنا وقلت إني لمن أهل الجنة، لقد جاءني الليلة في الرؤيا من يقول لي إنك امرأة تقولين ما لا يعنيك، يعني تتكلمين في أمور لا تنفع، يعني كثيرة الكلام، وتبخلين بما لا يغنيك. وتبخلي بمال الناس في حاجة إليه وبقاؤه لا يزيد في غنى، يعني فكيف تقولين إنك من أهل الجنة؟ فالمرأة قالت سفه المرأة ضرب سكاة وتواضعها وحساسيتها، الإسلام بيربي. فقالت للنسوة الرؤيا التي رأتها حتى تشعرهن بأنها أخطأت في الحكم وتتجرأ على الله حتى لا تقول امرأة مثل ما قالت هذه المرأة. يكفي النهارده ده عن الصحابي وعن الفكرة، وندخل في المحاضرة لأنها مهمة، والأسبوع الجاي نشرح الحديث لأن هياخد وقت. احنا عايزين ننتهي بسرعة من الموضوع ده. كنا بنتكلم الأسبوع الماضي عن موضوع الخلافة، وقلنا إن الخلافة في القرآن الكريم حين ذكرت ذكرت على أنها حكم بشرع الله من أجل رضوان الله ولصالح عباد الله، وذكر ذلك في قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وحين يذكر الملوك في القرآن فإنهم يذكرون بالحكم
الفرد الدستوري للسجان الحكم من اجل صالح انفسهم ومن اجل شهواتهم ومن اجل الاثراء على حساب الرعيه ومن اجل التعالي على الشعب. لذلك هم في القران ممقوتون على هذا الاساس من هذا النوع. وقلنا ان اي حاكم يتصف بهذه الصفات بصفات الخلافة يعني يحكم بشرع الله من اجل ارضاء الله ليكون الحكم رحمة بعباد الله فهو خليفة مرضي عند الله سواء كان اسمه خليفة او ملكا او اميرا او حاكما او اماما او رئيس جمهورية. سمي اي اسم، ليست الاسماء هي التي تؤدي النتيجة، العبرة بنوع الحكم. وكل حاكم مستبد ظالم يحكم من اجل هواه ومن اجل طائفته ومن اجل حزبه ومن اجل اتباعه، وهو يظلم الشعب ويسري ويغتني على حسابه ويمتص من عرقه ولا يحكم بحكم الله، فهو ملك من النوع الذي ذكر في القرآن، سواء كان اسمه خليفة أو الحاكم بأمر الله أو اسمه أمير أو اسمه الإمام الأعظم أو اسمه رئيس جمهورية. كم الأسماء قلنا لا عبرة بها، العبرة بنوع الحكم ونوع الحاكم. طيب نخطي خطوة في الإسلام، كيف تأتي الخلافة في الإسلام؟ الخلافة في الإسلام تأتي بالطريق الذي يسمى في عرف الناس اليوم الطريق الدستوري القائم على الصورة والاختيار. يعني ايه؟ يعني شوف يا سيدي، الإسلام لا يرضى الحكم عن طريق القهر. يجي واحد يقهر الأمة ويسوق كان جبابة ويقول نحن هنا وأنا الحاكم واللي مش هيصفق هيصفق 60 داية. الإسلام بيقول له والله أنت اللي هتروح تشوف 3 داية وربنا يخلص الأمة منك، ولا هذا الحكم لا يعبأ به ولا ينظر إليه نظرة شرعية على أن حكم معتبر أو موافق عليه شرعا. وهذا الحاكم يعتبر في نظر الإسلام حاكما قاهرا مستبدا ظالما، يجب على الأمة أن تتخلص منه. وهذا الوجوب وجوب عيني. عيني يعني ايه بقى دي كمان؟ يعني فرض عين. وايه فرض عين؟ مش قلنا في فرض كفايه وفرض عين؟ اي فرض الكفايه اذا قام به واحد من الامه يحكي عن الامه كلها، فرض العين يجب على كل واحد. طيب اذا هدم اعداء الاسلام على بلاد الاسلام يبقى الجهاد فرض عين ولا فرض كفاية؟ يبقى الجهاد فرض عين على الذين اعتدي عليه. فاذا هدم عدو للاسلام من الحكام فاغتصب الحكم فالوضع تماما كما يهدم اي عدو من الخارج ويغتصب الارض والبلاد.
لأن المسألة لا تقل، فيجب على الكل أن يجاهدوا. وكيف يعملوا هنتكلم بعد كده. يبقى الخلافة أو الحكم عن طريق القهر غير معترف بالشرع، الخلافة أو الحكم عن طريق الوراثة غير معترف به أصلا، إنما يعترف به فرع. وأصلا إيه وفرعا إيه بقى بالأخرى؟ الخلافة عن طريق النص لا يقول بها أهل السنة، اللي بيقول إن الإمام منصوص عليه، الكلام ده بيقولوه الشيعة، إن الإمام ده بينص منصوص عليه في الأحاديث، وكل إمام بيوصي اللي بعده ويسلموا الأمانة، والأئمة عند الشيعة على الرأي المعتاد تمام ناس معصومون من الصغائر والكبائر، لا يقعون في ذنب ولا في معصية. الكلام ده عند أهل السنة ماشي؟ لا، ما بيقولوش بالإيه؟ بالنص، إن فيه نص بتعيين الإمام. أما بيجي إزاي؟ إذا كان وراثة لا حسب الأصل، وبالقهر برضه لا، وبالتعيين والنص برضه لا، أما الإيه؟ ألا كما عين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الإمام يعين عن طريق السورة والأمة. يعني إيه؟ يعني لما نيجي نجيب واحد نقول له انت هتحكمنا، هنعمل معاه عقد ليحكم الأمة بشروط معينة، فالأمة اللي هتعمل العقد لابد تكون أمة مختارة. يبقى الخلافة في الإسلام احفظوها عقد بين الحاكم وبين الشعب، عقد بين الحاكم وبين الشعب، او عهد بين الحاكم وبين الشعب. طيب الشعب ده مين يمثله؟ يعني نروح نجيب العمال والصناع والفلاحين والجماعة اللي في البوادي ونقول لهم تعالوا اختاروا لنا الحاكم، قال لك لا ما ينفعوش، واختيارهم لا يعبأ به. ليه؟ قال لانه هنعرف لابد، نحن بنتكلم على الاسلام، بنتكلم على قضية عالية، لابد ان يختار الحاكم من يعرفون اصول الحكم. اصول الحكم ايوه، يعني ايه؟ يعرف هو هيحكم بايه وشروطه ايه، وهو مستوفي الشروط ولا لا، ويصلح للقضية ولا لا يصلح، وممكن ينفع الأمة أو لا ينفع. دول اسمهم في الإسلام أو في الفقه أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد زي مجلس الأمة بالضبط دلوقتي، أو مجلس الشعب، أو أي مجلس، بس بيختاروا من كبار علماء الأمة. بنجيب علماء الدين وعلماء الاقتصاد وعلماء الطب وكل دول يكونوا مشبعين بروح الإسلام والفهم الإسلامي شرط، يصبح عندهم علم بالدين وعلم بالسياسة، ويكونوا كلهم عدول. عدول انت عارف عادل يعني ايه؟ يعني كل واحد منهم لم يرتكب كبيرة وليس مصرا على صغيرة. يعني ايه؟ يعني اللي يقع في كبيرة منهم، تارك الصلاة لا يصلح، تارك الزكاة لا يصلح، تارك الصوم لا يصلح، البصبص انجي لا يصلح، اللي بنت عريانه لا يصلح، اللي جبت عريانه لا يصلح،
النمام لا يصلح اللي بيقذف النساء او يقذف الاخرين بالزنا لا يصلح. ما يكونش مرتكب كبيره ولا مصر على صغيره. يعني ايه؟ يعني لا يكون فاسقا. ليه؟ قالوا طبعا لاول مره تسمعوا المبادئ دي وانا قلت لكم هم منقلها عنكم عشان ما تعرفوش حاجه وتخش الشيعيه تحس يا فندم تحس وتاخد اولادنا منه. يقول لك الفاسق لا يصلح ان يكون شاهدا في عقد بيع ولا يصلح ان يكون شاهدا في عقد زواج ولا يصلح ان يكون شاهدا في عقد شركه ولا يصلح ان يكون مدرسا لان التدريس امانه وهو لا يصلح لها ولا يصلح ان يكون ناظرا ولا ان يكون مفتشا ولا ان يكون ضابط شرطه ولا ان يكون الا منبوذا في المجتمع يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعذر ويؤدب. فكيف ناتي بالفاسق ليتولى هو اختيار الحاكم اذا فلن يختار الا فاسقا مثله؟ كلام ده غريب. فبيقول لك يا خبر عليك يا رجل يا موارد هو وابو يعلى وعمك ابن عبدين وعمك ابن حزم دول لما تقرا للفقهاء تقول بس ده احنا اتابينا حتى اللي بيذبحوا الفراخ ذبحتهم مصح حتى يعني اللي هو طبعا ذبائحهم غلط لان كلهم بيذبحوا بطريقه غلط. انما المشكله التي يكون اهل الحل والعقل يكون نواب الامه يكونون عدولا. ايام ما تزعلوش بقى ياما كان الفقهاء ماشيين بان كلهم بيقولوا حلق الدقن حرام يقولوا وحالق اللحيه لا تصلح شهادته ولا يصلح ان يكون من اولي الحل والعقل. والانسان المستهتر الذي يعني لا يهتم بالواجبات العامه تلقيه مثلا في حسب زمانهم يعني اذا جلس لا يمنع بين الناس لا يمنعه انه يفطر من المزاح ولا يمنعه وجوده بين الناس انه يظهر بعض عوراته ولا يمنعه ان يتهكم بالناس يسخر منهم اسم الانسان الهزء او يقف فيبول في الطريق او يعني مستهتر. قال هذا لا تصلح شهادته فلا يكون من اولي الحل والعقل. امال يبقى من اولي ايه بقى ده؟ قال لك ده يبقى من اولي الفسق يخليه اركنه في نحو. طيب يبقى لابد يكونوا عدول ويكونوا علماء بالدين. علماء بالدين تفضل طيرونا بقى لغايه دلوقتي العلم بالدين حتى العلم اللي في كليات الدين صار. قال لك ما هو ده المقصود. المقصود ابعاد الامه كلها عن منابع الحق علشان تضطر تعيش في الظلام وترضى بيه. طيب يا فندم يبقى يكون عندهم علم بالدين وعلم بالسياسه باوضاع الاوضاع الحاضره يبقوا فاهمين ايه العداء اللي حواليهم البلد محتاجه الى واحد شكله ايه اعدائنا قوتهم منين من ناحيه قوه علميه ولا قوه سياسيه ولا قوه ماديه وناريه. احنا محتاجين لحاكم يناسب الوقت. ادي نمره اثنين ادي قول الحل والعقد. قول الحل والعقد دول الامه تختارهم وبعد ما يختاروا هم يعملوا عقد مع الخليفه او مع الحاكم. يبقوا دول يختاروا الحاكم. طيب الحاكم ده شروطه ايه؟ قال لابد قول الحل والعقد يكونوا حافظين الشروط. ايه هي الشروط؟ قال لك اسمع الحاكم يشترط ان يكون عالما بالاسلام
ومش كده وصالح لمجتهد تمام، يعني يعلم بالكتاب ويعلم بالسنة ويعلم بتاريخ الأحاديث ويعلم بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، يعلم بالأصول دي كلها، ويعلم ان اي قضية دينه ليست في القرآن ولا في السنة يكون عنده استعداد انه يجتهد ويطلع حكم في القضية دي. ليه؟ لان الحاكم هو الذي يولي القضاء والقاضي يشترط فيه هذا الشرط، فلا يكون القاضي اعلم من امامه. طب الكلام ده كان زمان، هل افرض ما الاناس العالم المجتهد، العالم المجتهد ده احنا عندنا يا فندم في البلاد المسماه بالاسلاميه، والله العظيم الكلام ده جد، وظهر لو سالتهم عن مواقف الوضوء ما عرفوهاش. اي والله صدقوني، انتوا صدقوك ليه يا ناس؟ صدقوا يا ناس، ده احنا عندنا مهازل. فاذا فن الصورة ان صورة عالم مجتهد مش ممكنة، قالوا صعبة في بعض العصور، قال يبقى نكتفي به عالما بالاسلام ولو غير مجتهد. طب ما نجيبوش لا يعلم الاسلام شيء، قال لك دي المصيبة بقى، انت جايبه لماذا؟ قال لتنفيذ الاسلام. طيب اذا كان لا يعلم الاسلام فكيف ينفذ الاسلام؟ مش معقول. ما هيجي واحد يقول له احنا عايزين نمشي الزكاة، فواحد يقول له الزكاة سنة والتاني يقول له الزكاة فرض، يقول ناخد باخف سنة احسن. واحد يكفر يسب الدين ويسب الرسل، يوم يطلع واحد يقول له طب وماله، ما الحكايه بقى دلوقتي الموضه كده، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ما هو لما بيسر الجهل كل الفتاوى بتكون غلط. واحد ثاني يقول له سب الدين بيكفر وتطلع منه مراته ولاده ولاد حرام، ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، يوم يقول لا خلوها على الناحيه اللي فيها يسروا دي، سيبوهم سيبوهم يسبوا زي بعض. فيبقى ما دام ما عندوش علم لا يمكن يحكم بالاسلام اطلاقا. هتيجي ازاي؟ لابد يكون عنده بالاسلام علم الامور العامه الواضحه علشان على الاقل ياخذ الرعيه بها ويعرف من يدجل عليه او ينصب عليه من القضاه او من المسرعين لو واحد حب يضحك عليه. طيب يبقى لابد، هذه كلمه العلم، يشترط ان يكون الحاكم من المجربين السياسيين واسعي الافق الذين يصلحون لسياسه الدولة. يبقى نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، يشترط ان يكون عادلا. وعادلا يعني ايه؟ اذنك لا هو مرتكب كبيره ولا مصر على صغيره، يصلي الصلوات كلها، ويشترط انه يصلي الصلوات في مسجد عام. مسجد عام سواء كان اماما او ماموما، ويصوم ويزكي ويحج ويعمل بكل اوامر الله، ولا خمر ولا ميسر ولا الى اخره. فان خبثت العداله فكل العلماء كل الفقهاء يقولون ان من فقد العداله يحرم ان يولى. طيب يا سيدي العداله دي يعني ايه؟ راجل عادل، عرفنا ايه معنى عادل. ليه قالوا كده؟ قالوا لان الحاكم مطلوب منه ان ياخذ الرعيه الى الله وان يمنعها من المعاصي وان يولي. الحاكم يولي القاضي العادل والمدرس العادل والمهندس العادل والطبيب العادل الى اخر، ولا يجوز ان يولي موظفا فاسقا اي عمل على المسلمين.
هل يجوز ان يولي واحد مسيحي نصراني لكن ما يجوزش يولي واحد يكون مسلم فاسق؟ والنصراني له حاجات معينه يولى فيها تسمى الامور التنفيذيه وليست الامور التشريعيه. يبقى يكون عالم وعرفنا العلم يكتفى للضروري يكون مجتهد. مجرد سياسي يكون عادل يعني راجل سكي ورع يخاف الله لانه هياخد الامه الى الله. يكون سليم الحواس لا هو اعمى ولا هو لا يسمع ولا مقطوع اليدين ولا مقطوع الرجلين. يكون عنده صفات نفسيه يصلح بها لحمايه الدوله. يعني قالوا يكون عنده شجاعه ونده وحميه وغيره على دينه وعلى رعيته. فبصرف ان راجل بيقول يعني خلي الحكايه كده وكده نقول له ارسل وما تصلحش على طول. ذكرت اساسا ان الصفات النفسيه الشجاعه والنده تكون متوفره فيه. ايه كمان؟ في شرط التي يكون قرشي. القرشي دي يعني من قريش. اكثر العلماء دلوقتي وفي العصر الاخير ايضا سقبوها. واول من تكلم في هذا الموضوع ابن خلدون في مقدمته. ليه؟ احنا ما معناش غير حديث الائمه من قريش. والائمه من قريش هل هو خبر عن اللي يحصل؟ او هو خبر يفيد الامر؟ او هو خبر لا يزيد عن ذلك؟ لا يفيد الحديث وجوب ان تكون الامامه من قريش. وبعدين الإمامة غير الخلافة. فاللي يحب يتكلموا قالوا لا الخلافة حاجة عامة. يمكن الإمامة في الأمور الخاصة بالعرب يعني الإمارة في الأمور البسيطة تكون من قريش. يبقى الشرط ده إحنا بنبعد. طيب بعد ما بيوجد هذا الحاكم من اللي بياخد معاه البيعة؟ اللي بيبيعوا أهل الحل والعقد. يبيعونه أولا. فإذا بايعوه بايعته الأمة يعني أكثرها بعد ذلك. فإذا بايعوا الحاكم فرض عليهم السمع والطاعة لهذا الحاكم. يجب أن يسمعوا وأن يطيعوا في المنصب وفي المصر يعني وهم في الشيء اللي يحبوه في الشيء اللي يكرهوه. وعليهم أن يسمعوا وعليهم أن يستجيبوا له في كل الأمور اللي يطلبها إلا في واحد. إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث الآخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب افرض حصل الآتي ان موجود دي حاكم وحكم جبناه بعد ما حكم ظلم الدار فقد شرط من الشروط صار فاسقا بعد ان كان عادلا. اوقف حدود الله اوقف شرع الله. ماذا يقول العلماء؟ خذ خلاصه اراء الفقهاء في الموضوع. قال اهل الحل والعقد وعلماء الامه والشعب كل واحد منهم له حق النقد وحق الاعتراض على هذا الحاكم. يعني مش الاعتراض بس لمجلس الامه، لا لكل واحد في الشعب. ولذلك قالوا هذه الحريه في نقد الحاكم اللي اسسها الاسلام من 14 قرن كثير. أكثر دول الأرض النهاردة لم تصل إليها. ولذلك الحديث يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله
ولأئمة المسلمين وعامة. النصيحة لله يعني الإخلاص لله، والنصيحة للرسول العمل بسنته، والنصيحة للأئمة يعني إنك تنصحهم إن بعدوا عن الحق، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وكذلك تنصح عامة المسلم. من هنا ندرك إن هذا الحاكم بنتولاه كلنا، فنحن نحاول نقيمه على الحق. وعمر معروف ان لما قال وهو على المنبر: ارايتم ان نلت الى الدنيا قليلا ماذا تفعلون بي؟ فقام رجل وقال: نفعل بك هكذا وهكذا، يعني نقطع رقبتك بالسيف. فقال: الحمد لله الذي جعل في رعيه عمر من اذا عوج عمر قومه. مكتوب اي ان الرعيه متيقظه له. وابو بكر في اول خطبه قال: اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فلا طاعه لي عليكم. يبقى الحاكم اذا دار ينفع، فان لم ينتصح وجب عزله، وجب عزله، وجب ان يعمل الشعب على عزله. الحاكم الذي اوقف حدود الله او ادخل المعاصي على الامه او اهمل الشرع والحكم به في اي نوع من الانواع، يعني منع الزكاه فقط، ما في داعي لامر الناس بالزكاه، يعني منع جباية الزكاة وتوزيعها على الفقراء، أو رضي أن يدوس الأعداء بلاد الإسلام. العلماء السلف كلهم اتفقوا أنه يجب عزله، لكن فيه رأيين، رأي من المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجعة طوائف من الأمة، قالوا: إذا ظلم الحاكم ودار وبعد عن الشرع فقد صار معزولا. معزولا أي صار معزولا، ولو لم تعزله الأمة. أنا كيف صار معزولا؟ بندرس الكلام بتاع زمان الأمة اللي قال عليها متأثرة. قال: كيف صار معزولا؟ قال: يعني كل الموظفين الذين يعملون تحت امره يصبحون مسلمين. يقال الحل والعكس، يصدرون بيانا بان الحاكم لم يرضى بالعزل وقد حكمنا بعزله. فيجي يقول لي واحد سر يقول له: معذر انت من كسر الحاكم بتاعي. يقول لي الثاني: منك نفس؟ يقول لي: لا، كمالك نفس، لان انت ملست علي كلام. يقول حتى للضابط: وين الروح كيف اشتغلت؟ يقول لي: معذار صريح، لان انت ملست علي. على طول كل اجهزه الدوله هتقف. هيضطر يعمل ايه؟ ياخد نفس ودم الاجهزه وقفت هو نفسه. بل حق. لكن هذا القول لم يرتده اهل السنه. قال: يا جماعه، انتوا بالتسليبه هتورطوا الامه في حرام. ليه؟ قالوا: ان حكمتم بان الولاه معزولين، لو فرضوا انهم فعلا اعتبروا معزولين، وكان الحاكم ماسك الامه بقوه الجيش، هيصبح القاضي معزول. يبقى حكم القضاء ده ناسج ولا غير ناسج؟ بالطبع يبقى غير ناسج. يبقى لو القاضي حكم بمال لاحد لا يحكم المال، لان الحكم غلط، لان القاضي معزول فلا يصح ان يحكم. ان حكم بتفريق امراه من جوزها لا يصح الحكم، يبقى بعد الوقت تتبدل هي جوزها. ان القاضي زوج رجلا بامراه لا يصح التزويج، لان القاضي معزول، فالحكم فيه باطل.
فأمنا أن ورث الأمة. فالعمل اللي انت بتقوله ده مش واقعي ولا عملي. أما ما تقولون يا أهل السنة وأنتم الأكثرية ومعكم رجال الحديث، قال أولا يطرب على أهل الحل والعقل أن يعلموا للحاكم أنه يستحق العزل ويجب أن يترك مكانه. ثانيا على الأمة أن تنظر، فإن كان العزل عن طريق الثورة أرحم من وجود الحاكم صاروا عليه وعزموه، وإن كانت الفتنة السد والضرر أكثر والمصيبة أعم صبروا حتى يحكم الله بينهم وبين حاكمهم أو تجد تلك يتلف منه. الكلام ده النهاردة أعظم كلمة أعظم في الإسلام، أقرب الدول إلى الديمقراطية كما يسمونها. مش لما الحاكم بيحصل غلط بيعرض الأمر على المجلس النواب أو الأمة وبعدين يحصل استجواب، مثلا فإن كان استجواب للوزير أو للوزارة كلها، وأحيانا تقدر الوزارة منها تعرض ثقتها على المجلس، فإن أعطاها الثقة بكر وإن لم يعطيها الثقة اعتزلت الوزارة وتركت مكانها مثله. الذي لها عليكم ان وصل اليه في القرن العشرين ده في فرق بين وبين اللي قالوه العلماء من القرن الاول، مفيش اي فرق. ما هو ده اللي قال الاسلام. لما قال الاسلام ما عجبش المسلمين، قالوا بالاسلام قبلناه على الرحب والسعد. هو مستوفى الشروط وبينفذ اوامر الاسلام، يبقى على طول تبقى الغلطة في الوراثة، لكن الحب سليم يبقى لا تتمنع ابدا، نقبلها ولا تلقي ذلك. اما ادارة يا ظلم او تلغي مستوفى الشروط تنفذ احكام اللي مرت بنا، وبالتالي نبقى عارفين الاوضاع بتنفذ ازاي في الأمة الإسلامية حسب الكلام بتاع الكتب، كتب الفقه اللي موجودة في الدين. طيب ايه الأصول اللي بيمشي عليها الحكم؟ قال لك الأصول اللي يمشي عليها الحكم ثلاثة: عدالة، أكثر القواعد اللي بيقوم عليها الحكم عدل، مساواة، شورى. عدل، مساواة، شورى. أما العدل فتكلمنا عنه قبل كده وقلنا العدل واجب القيام به سواء كان العدل ده بالنسبة للمسلم أو للنصراني أو لليهودي أو للمجوس، ما دام صح حكم الحاكم وفي بلاد الحاكم الاسلامي يبقى العدل من حقه على طول كده. طيب القاعدة الثانية المساواة. المساواة يعني ايه؟ ما لما بنقول المساواة على طول بتقصد الستات وتقول شوف المساواة ايه في الدين؟ يعني ايه؟ يعني الراجل انا ادخل كذا والراجل يدخل كذا، وانا لو مسحت البلد برد جوز يمسح البلد غصب عنه، لان الله كتب ما فيش مانع، واحنا نطلع نحفر في الشارع وانت تيجي تحفر معانا في الشارع، واحنا نطلع نجر في المستاف ونرمي الاخضار ونرمي في ونقيس في الحر والبرد وندكد همهم وانت تيجي تبكي ايامي. يقول لا بص كلها بقى الحكايه ده احنا رقه ومستخدمين على كده بقى، لما نيجي للجدعانه في رقه، ولما نيجي على فين نتكلم معاكم في المساواه نقول عايزين طبق بطبق
وناس ما تخلوها ما تصدقت الحكايه. وانا ايه كلمة مساواه يعني ايه؟ يعني اسمع يا حبيبي، الرسول عليه الصلاه والسلام لما المراه المخدومين والتركت وهي شريفه وقالوا له بامراه من الشريفات كيف تقطع يدها يدها، فقال لهم صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. ده الموقف. يبقى المساواة يعني ايه؟ يعني ما فيش في الاسلام ان الحاكم فوق القانون. اما الان في الاسلام قال لك في الاسلام الحاكم يحاكم بالقانون قبل ان يحاكم الرعية. سيدنا عمر كان اذا امر بامر دخل الى اهل بيت فقال لهم اسمعوا، لقد امرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، فمن اخطا منكم وفعل ما نهيت عنه او ترك ما امرت به لاضاعفن له العذاب. العذاب اولى ان نحن بيت وبيت الاماره او بيت الحاكم العام او بيت الخلافه، ده الخليفه امام الناس قدوه. يبقى ده ما فيش حاجه بقى اسمها السياره بتدعم الست وولادها الثلاثه، والغلبان لما يجي الشرط يبص ينزل في البطاقه وانه يصعب كده ويصفق ويبص للناس ويقول لهم معلش هنشوف الموضوع في الشرطه، يلا نبعت نجيب البتاع علشان يشيل السياره ويشيل الست. ليه؟ لان طلعت البطاقه دي بطاقه ممتازه يا فندم، البطاقه دي ممتازه، فلا يقربها لا شرطي ولا رئيس شرطه ولا اي واحد. مع اني معروف جدا ان خطايا القضاء، يعني انا اعرف انا بعض الناس وليس سياسيين احس بانهم معهم تحت بعض ظلم، فقد نفسه وذهب للشيخ سعد في بيته، فالشيخ سعد اخذ الورقه وقراها وقال له بكره انتظر بكره انتظر، فنسي هذا الكفايه بيبحثوا عنه وجابوه لغايه المكان اللي هم فيه اللي هي وزاره الداخليه وقالوا له تعالى اتفضل الوزير عمل لك تيك 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 وحلت المشكله بتاعتك اللي كانت كبيره، كانوا نفسينها الجثه وابعينها في الشرطه بقالهم اسبوع مش عارف يطلعها ولا عارف هو فين حته، لان في مخالفه وبعدين عمليه صعبه. ولذلك انا دايما اقول الامور من تحت تعقد وتطلع بها فوق احيانا، يعني تطلع بها فوق تتحل. فاحنا لما بنقول مساواه بنقول الكل امام القانون سواء، بنت وبنتك وابن وابنك، ابن اقل واحد في الرعيه واسم ابن اكبر واحد في الدوله. ليه؟ لان دول كلهم امام القانون كاسنان المسلم، لا فضل لعربي على عدمي ولا لعدمي على عربي الا بالتقوى، والتقوى امر بينك وبين الله. لما بدل ابن الايمن بلد الاعرابي فكسر انفه وكان بدلة ملك دعاه عمر قال له لم ضربته؟ قال انه داس على ترك الرداء. قال يضربك كما ضربته؟ قال كيف وانا ملك وهو سلطه؟ قال ابينا الاسلام سوى بينكما. قال انظرني الى الصباح حتى انظر في امري. قال تركت للصباح، كسب الليل هرب وراح ودخل في النصرانيه تاني وبعدين رجع الى الاسلام وتاب واحسن التوبه اللي هي بدر بن ايهم الغسان الملك ده. يبقى اذا المساواه امر اساسي،
عمك حسن حزن ونكملها ان شاء الله. عايزين نكمل واعذروني وكان وظفنا في الموضوع ده. هل تحط افتكرتها الخليطة يشترط فيها من ضمن شروطه انه يكون بالغ ويكون عاقل ويكون حر ويكون ذكر يعني ما كنت مرأة؟ فلو جبنا مرأة عشان تحكم من البلاد الإسلامية لا يجوز. لأن الأمور بتتطلب حاجات معينة لا تصلح لها النساء. هقول لك احنا نفعنا ومن فعلات الشغلة دي إياها مالهم الشغل الشاذ مالوش حكم. وبعدين نقل لكم إن هي ما بيكون ما بيكونوش بالإسلام. دول بيحكموا أي حاجة. المسألة مثلا بطريقة معينة احنا كلنا عارفينها كما نقدر نقول إن إذا كانت المرأة تنفع في حاجة ما في واحدة بتصير البيت أحسن من جزء. المهم كده خلاص يطلع حكم بأن الرجالة النساء قوامات على الرجال. ما في واحدة وهي مديرة بتكون أحسن من المدير. خلاص نطلع بقى دم إن النساء تبقى هي المديرات. ويبقى الرجالة كلهم مساعدين المديرات. لا الرجالة يبقى حلوين أو هم مساعدين المديرة. ده ايه دي مديرة كذا. وانت مساعد المديرة يا فندم. وانت انا مساعد مساعد المديرة يا فندم. ده حلو قوي الشغلة دي. لما بتكلمش على الرجالة بتبقى فضيحة قوي كده على البيت. طيب ايه المطلوب من الخليفة؟ شوف علماء الاسلام لم يتركوا شيء. يقول لك اسمع الخليفة الحاكم الاسلام مطلوب منه نمرة واحد الحب أو المحافظة التامة على العقيدة الإسلامية ونصوص الناس تسليما وتعليما يفهمها ويعلمها هو ولا العلماء ولا العلماء وهو كل يقوم بدوره يبقى الحرص على العقيدة هذا مهم يبقى إدخال الشيعية وإدخال الوجودية وإدخال مذهب داروين وإدخال نظرية فرويد وإدخال نظرية كارل ماركس وترك التوابع كمثلها قالت هذه جريمة كفر لو فعلها خليفة إسلام لوجد عدله. يعني بيفكر كباب المسلمين لما خلاص انت تترك بقى إذا كان أعدائنا لما نروح نتكلم بالإسلام في بلادهم بيحاصرونا خطوة خطوة. من هم يجي يتكلموا بالكفر في بلادي احنا اللي على الحق وانا اقول نتقبل؟ لا. ثانيا نمرة اثنين على الخليفة ان يولي القضاء من اجل النظر في المجال كويس على الخليفة ان يحرص على استتباب الامن في الداخل يعني وزارة الداخلية ماشي على الخليفة ان يعد الجيش القوي والسلاح المناسب من اجل الدفاع عن البلاد وحراسه الصغير والكبير يبقى اللي هو اعداد الجيش من اجل في مواطنه من اجل الدفاع عن البلاد من الخارج على الخليفه ان يجاهد يعد جيش الجهاد في سبيل الله حتى ان اي واحد يعتدي على الاسلام او لا ينفذ الشروط اللي بيننا وبينه وينقض العهود يبقى احنا على طول يكون جسمنا جاهز ونروح نأدبه. احنا اللي نأدبه ايوه احنا اللي نأدب العدو ده بنروح نأدب احنا ايوه انت هتيجي بيه يا رب. احنا اما اقول لك ولازم نتكلم حتى نتكلم بها نفك عن نفسنا شويه من الغربه اللي احنا بنعيش فيها طول حياتنا. هو من ساعات الواحد لما ما يعرفش يوصل لحاجه عمليا يوم يلا نتكلم فيها زي بعض فك عن نفسك زي جماعه الشباب لما كنت تايه متجوز يقول لي تعالى نتكلم في الجواز شويه مش تايه جواز يقول بقى يبقى لا جواز ولا سلام يلا نتكلم في الشغله دي. فيبقى عليه ان هو يجد الجيش المجاهد في فرق بين جيش الدفاع وجيش الهجوم يبقى مفروض عليه اعداد جيش الدفاع واعداد جيش الهجوم مفروض عليه ان يتولى معاشات ومرتبات الموظفين في الدولة يبقى وزارة المالية مفروض عليه في الدولة كل انسان في الدولة
سواء كان مسلم او نصراني او يهودي او مجوسي، اي انسان يعيش في الدوله تحت حمايه الدوله، الخليفه مامور بكفالته، يرعاه. يعني ايه؟ يعني ان جاع اطعمه، وان عري كفاء، وان لم يجد بيتا ولم يستطع ان يجد بنى له بيتا او اعطاه بيتا، وان كان لا يستطيع القيام بعمله اعطاه خادما. الخادم واجب على حاكم المسلمين بالنسبه لبعض الناس. هتقولوا الكلام ده غريب، اقول لكم ما هو كل شيء غريب. فالتكافل الاجتماعي بحيث ان كل واحد في الدولة يأخذ حقه في الحياة الكريمة فرضا على حاكم المسلمين من اموال المسلمين. فان اتسع مال الزكاة واتسع مال السيء والخراج والحاجات اللي بين النار فبها، والا اوجد على كل بلد ان يقوم ابنياؤه برعايه فقرائه واليتامى والمساكين الذين هم اوجد عليهم وليس لهم خيار. وبتاع بقيها عمر لما حصلت المجاعه والازمه ودعا الناس الى البذل فبذل، فقال عمر سنه 18 هجريه: إن بقي هذا، يعني هذا البلاء، وعدت إلى العام القادم فلأجعلن الفقراء في بيوت الأغنياء يسافرونهم أموالا. والرسول عليه الصلاة والسلام الثابت أنه كان إذا كانت الجيش وقل الطعام ونفد من بعض الجيش جمع طعام الجيش كله وبدأ يوزع على الجيش بالتوية. جمع كل من عالم بدأ يوزع. وهذا مبدأ إسلامي هو من العهد الأول. ولذلك قال ابن حزم وكثير من الفقراء: في المال حقوق سوى الزكاة إذا احتاج إليها المسلمون. وقال الفقهاء: إذا احتاج المسلمون فلا مال لأحد. قعد يمين يبقى عليه أن يقوم بذلك كله. وعلى البلد وعلى الخليفة أن يعد جماعة للحسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس مش زي اللي انتوا عارفينها اياها دي، اللي بقوا يطلب الثلاثة اثنين دلوقتي. جماعة الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعة تختار من خيار العلماء العدول، فتمر في الشوارع وفي الأسواق وفي الحواميد وفي المصانع وفي الشركات، وترى هل قوانين الاسلام منفذه ام لا. فان وجد احدا لا ينفذ القانون يعمل محضر وهو واقف ويحكم عليه وهو واقف، زي ما بيعملوا رجال الشرطه احيانا بالنسبه لمخالفات المرور، يحكم عليه وهو واقف سواء كان بغرامة أو بنوع من الجلد ومعه الشرطة، فيعتقد إن الموازين والمكاييل مظبوطة والزمن مظبوطة وكل شيء آخر ضبط، لا حد يلعب في الأسعار ولا حد يغني ولا حد يغش ولا حد ينهي حد. مين؟ عاملين حساب العلماء اللي بيلف. واسمين العلماء اللي أمين بينفذوا حسن الشرع. كما رحت جيب من لا يعلم الشرع لينفذ الشرع، ده هيخليها بزرانيب خالص، مش هتبقى شرع. ده هيقول لي تدفع كام؟ والله انا ادفع كذا. لا، غيرك بيدفع احسن منك، مش هقبل دي. انكش بقى الشغل اياه.
يبقى جميع الدين ترجم على الإيمان حتى يقول العلماء وهذا أهم واجب يقوم به الحاكم بقوله تعالى يأتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى يجب يعمل كده ويقولون ويجب على الحاكم أن يوجد في الأمة العلماء المسلمين المجتهدين يعني في الكليات والمعاهد لتخريج العلماء العاملين المجتهدين لتخريج مثقفين لتخريج مناسبة العلم ومعهد الدين والكليات الدينية وهم ما بيصلوا ولا يجيبوا يعلموه إلى المسجد يقولون والله العظيم دخلت المسجد في حياتي حرام عليك تعلموني سلوما وخطيبا حرام يا ناس أنا ما دخلت في جامعة في حياتي ولا مرة. يبقى احنا بنشوف إذا الخليفة حارس الإسلام وبان الإسلام ومعلم الإسلام وراعي المسلمين والعطوف عليهم والرحيم بهم والمدافع عن بلادهم والمجاهد في سبيل دينهم في كل ذلك يحكم باسم من؟ باسم الله. يبقى مصدر الحكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. بالطريقة دي نحس ان احنا صح. طيب الحكم ده كما قلت لكم كائن على ثلاثة: العدل، المساواة، الصورة. الصورة أي الصورة يعني ايه؟ يعني لا الحاكم لا يتكلم في امر او يحكم في موضوع ليس فيه نص الا باستشارة اهل الحل والعقل. يعني ايه؟ يعني عند علماء دين اقتصاديين. خد بالك انا بقول عالم دين اقتصاد. عالم اقتصاد لا دين له هي خدمة على كل ويطلع على كل مرض. وعندنا اطباء دين متعلمين الطب. عندنا عالم دين مهندس. عندنا عالم دين مكان تكنولوجي. عندنا عالم دين قائد دين. عندنا عالم دين باب الشرطة. يبقى لأن كل دول هينفذوا لواح الدين فكيف ينفذون الدين الذي لا يعلمونه؟ فبالتالي يبقى جميع المدارس والفتاتيب وجميع المعاهد والكليات ستتحول إلى دراسات إسلامية مع الدراسات العلمية الأخرى. وهذا فرض علينا وفرض على الحاكم. وبالتالي هتتحول ده. هنهد السينما؟ لا والله ما بقولش نهدها. هنهد المسرح بالعكس. ده احنا هنخلي السينما تجيب افلام بقى صلاح الدين وسيف الدين قطز وخالد بن وليد وندخل الرجوله والشهامه والمروءه والكرم والانسانيه والعزه في الافلام ونعمل استديوهات اسلاميه واستديوهات ممتازه ذات خلق وفضيله ونخلي اولادنا. هنهد نهد النوادي فالبديل الدلاليه. هنخلي النادي الواحد 20 نادي ونعمل نادي للصبيان ونادي للبنات ونادي للستات ونادي للشباب. نعمل من كل ده ليه؟ لان هذه النوادي هنجعلها تصريح للفضيله بدل ما هي تصريح للرذيله النهارده هنخليها تصرف الفضيله. هنخلي اولادنا يعيشوا بجو جميل. الانسان ما بيحبش الجو الكئيب. ما بيحبش الجو الحزين الجو المكبوت الجو الضيق. بالعكس هنحرم ايه؟ هنحرم الا الخمر. نحرم الحشيش. نحرم ما فيه خبث. نحرم لهم السيدات ونحرم عليهم الكبائر. يبقى كان حناكل على سفر مش هيحرموا السيارات ابدا. مش هيحرموا العمارات لا. مش هيحرموا التبريد والتسميد في صيف الشتاء ابدا. يقول قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والسيدات من الرزق. أمال أنحرم إيه؟
الحنحرم على المجرمين الفاسقين عيشتهم. حرم عليهم عصبتهم. عصبت انه الجنس القدرة. هنحرم الجارية يا رجلات. هنحرم اللعونة الحمراء. هنحرم الكؤوس الحمراء. هنحرم الاعتداء على الاعراب. هنحرم سلب مال الدولة. هنحرم انفاق مال الدولة في اغراض الشخصية باسم رايح جاي ومعموريات وبعثات. هنحرم التلاعب بالسعور والتلاعب بالاصول. هنحرم النصب والكذب. هنحرم السياسة الفارقة. هنحرم الاستبداد. ولو ظلم الحاكم انسانا ودرجة لجاء به اهل الحل والعقد وقالوا كب ايها الكنيسة ليضرب الناس الشارع كما ضربت. هذا اللي حنجيبه ونحلله ونحرمه. فالام زي ما قال عمر وقف وقال ايها الناس انني ارسل الولاة عليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم ولا يفتنوكم ولا يجنهروكم فمن فعل به غير ذلك فليرفع الي امر نفسه فوالله لا ياتيني مظلوم قد ظلمه واليه او حاكمه الا ولا اقصنه منه. يعني اخلي المظلوم ياخد حقه من ظلمه. يعني كان الاموال ضربوا يضرب الحاكم امامه. فقال عمرو بن العاص يا امير المؤمنين اذا جاءك رجل يبكي بما يبكي حاكمه او واليه اتقصنه منه؟ يقول ويحك كيف لا افعل وقد قصص الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه. مش قال للرجل لما ضربه الرجل قال له اوجعتني يا رسول الله؟ قال كيف تضربني؟ قال لكنك ضربتني وبطني عاري فكس بطنك. فكسف بطنه ليضربه الرجل. فالرجل التزم بطن النبي واحتضنه. وفي رواية إني قبله فقال إذا لم قلت ما قلت. قال أنت عارف إن إحنا داخلين على المعركة وأنا يمكن أموت فيها تحديثكم آخر الأمر أن يمس جلدي جلده. أنا مش عايز آخد معين إن أنا برضه هطلب منك آخد القصاص وأضربك كما ضربتني. ده أنت جبت لنا كلمة الخير والسعادة. أظن وضحت الخلافة، وضح القصد، وضح واجبات الحاكم، وضح الدستورية. وكان القسم ده ايه بقى يا سيدي؟ هل اسم ديمقراطية؟ اللي بيقول على حكم الشعب بالشعب للشعب. وطبعا اللي قال كده طلع حكم الكذب بالكذب من اجل الكذب. مش الشعب بالشعب للشعب. ولبس السيوف. طيب ديمقراطية؟ سيوقراطية يعني الحكم الالهي الحاكم بيحكم على ان اله. التيوقراطية استبدادي يسميه ايه؟ قالك يسميه الحكم الاسلامي فقط. مفيش اسم من هذه الاسماء يلبس الاسلام. الاسلام اوسع واجمل واحسن. وبناء عليه يبقى نسميه الحكم الاسلامي. يجي يقول لك الاشتراكية الاسلام. وقال لي انت بكتاب. عايز ترضي الشيوعيين في نفس الوقت عايز تقول للمسلمين ان الاسلام فيه اشتراكية. الاشتراكية اللي مذكورة كزارة ودمة. فلما تجيب سيرة الاشتراكية وتنسبها للاسلام على طول الناس هتفهم انها اشتراكية النسوان واشتراكية العيال واشتراكية الشغل. زي ما بيعملوا غلط. يقول ديمقراطية الاسلام. خدهم اعلان الديمقراطية وداس الشعب كله خرب بيته. وأسرى اموال غصبوها. وخدوا وعملوا حقوق من اعتبروها حقوق الاله. يعني عملوا من انفسهم الهه باسم الديمقراطية. موجودين في كل حتة. اما الاسلام فشيء اخر بعيد بعيد بعيد. هنروح لفين ونجي لمين؟ فين يا خمر؟ نسأل الله ان هو
يوفقنا ويجعلنا من اهل الحق ويجعلنا من اهل الاسلام وينور بصائرنا ويخرج بآب امتنا الى ما في سعادتنا في الدنيا والاخره. وشكر الله لكم ان شاء الله الاسئله دي نجيب عنها الاسبوع الجاي ان شاء الله. صلاة الجمعة دي بعيدة المرة دي لأنها في سماوية الشيخ. والله السلوك الاجتماعي شفت كتاب السلوك